لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هذه الترجمة الإيطالية. ارفع الورقة. نعم، كلها بالإيطالية، تفضل. اوكي. تعلم اللغات الأجنبية له مشاكل عامة ومشاكل خاصة. مرة أخرى. تعلم اللغات الأجنبية له مشاكل عامة ومشاكل خاصة، والأخيرة تتعلق بمدى اختلاف اللغة التي تريد دراسته عن عن لغتك الأم. المشكلة العامة وربما الكبرى أن المدرسين الناجحين نادرون الذهاب. في كل حياتي أحببت دائما دراسة اللغات الأجنبية، ولذلك تعرفت على الكثير من المدرسين المتمرسين والمتدربين منهم، وللأسف علي أن أقول أن السواد العظم منهم فاشلون، لا عمل لهم في التحسن. فاشلون، لا عمل لهم في التحسن. من الصحيح أن التعليم يقوم على ثلاث حائز: عن المدرس، المحتوى والتعليم. والدراسة لن تكون مثمرة إذا غابت ركيزة واحدة، لأن لا يمكننا الحكم على المدرس بالفشل إذا كان الطالب كسولا. مع ذلك رأيت الكثير من الطلاب المجتهدين المثابرين الذين كانوا يتقدمون في الدراسة بصورة خلزونة بسبب قوالب تعليمية مملة وبعثة على النار. أسلوب المدرس مهم جدا، ولكنني أظن أنه لا توجد قاعدة واحدة لتكرر ما هو الأنسب، وخياره يعتمد على شخصية الطالب. ربما يناسبه أكثر مدرس كئيب
يرميه بالمسرخة، أو ربما على العصر مدرس مريخ يجذب انتباهه بنكات وبتجاوب مصر. على كل حال شح المدرسين الأفعالين هذا جعلني أكرر عند حوالي 20 من عمري أن أتعلم اللغات بلا معلم، ومع أنني لم أصل إلى مستويات متقدمة جدا كنت ناجحا بشكل ما، واقتنعت أنني كنت موهوبا. في دراسة اللغات. صحيح. طريقة التعلم بلا معلم صارت جيدا مع اللغات الأوروبية، ولكن عند اقترابي من اللغة العربية التي هي كتحويل ديون جميلة، أدركت أن مجرد قوتي لا تكفي، وأنني كنت في حاجة لمدرس ذي خبرة واسعة. إن كان علي أن أحكي الأمر بشكل موجز، بدأت أدرس لوحدي باستخدام منهاج لأستاذة جامعية، وذلك لم يجدي نفعا، حتى أنني بعد سنة واحدة لم أتمكن من تركيب جملة واحدة. لم أتمكن جوستو من تركيب جملة واحدة. بعد ذلك تعرفت بالصدفة على رجل سوري كان يدعي مهارة غير محدودة في التعليم، ولكن اتضح فورا أنه علم بشكل ما بالتدريس، ولكنه لم يتبع أي أسلوب، وكان يقدم لي محتويات غير مناسبة مع مستواي، ولذلك ولذلك كل جهدي ذهب سدى. بالتأكيد هو ليس مدرسا أساتذة لمن يدرس العربية. بعد ذلك وجدت مدرسا ماهرا جدا يستخدم محتويات مناسبة للغاية، ولكن كل هذا لا يغنيني عن بذل كل جهدي في المراجعة المستمرة، لأن المراجعة فقط ترسخ المفردات الجديدة في الداخل. الحصول على هذه النتائج مهم جدا، وأقصده كارثة للطالب، لأن كما نعرف بلا نتائج يفقد الناس الحفاظ على المذاكرة. هذا هو محور الأمر. حفظ اللغة العربية صعب جدا، وينسى الطالب كل ما درسه سابقا بسورة البرق. حل هذه المشكلة هي المراجعة المستمرة بكل مثابرة. مشكلة أخرى هي الهدف من دراسة العربية. إذا كان
هدف الطالب أن يبلغ بلاء حسنا في الامتحان القادم وتنتهي المراجعة بعد الحصول على علامة تسره، كل ما درس سيضيع خلال بضعة أشهر مهما كان الطالب حريصا على المذاكرة. لذلك الوصول إلى مستويات متقدمة في اللغة العربية كما في كل اللغات المختلفة جدا عن لغتك الأم هو أمر يدوم كل حياتك، ولكن كل هذه التضحية تعود عليك. ولكن كل هذه التضحية تعود عليك بثمار طيبة. بثمار طيبة لأنك تفتح نافذة على ثقافة أخرى وترى العالم بعيون مختلفة. ممتاز. أرني مرة أخرى الورقة. طيب شكرا جزيلا لك. شكرا على واجبك.